لا والله ما انتخبنا. سبب؟ صراحة ما سووا لنا شيء. هاي تقريبا صار لهم 20 سنة، شو اللي سووا؟ شو اللي قدموا للبلد؟ طبعا. يعني كل مرة نروح ننتخب مجالس محافظة كل شيء ما يسوون. الله وكيلك هذا يجي يضحك على العالم لا أكثر ولا أقل. إن شاء الله ما ننتخب أي واحد. إحنا مقاطعون. إحنا فاسد ما نريده. إحنا ناس للسيد القائد. إحنا عندنا السيد القائد انتخبوا انتخبوا، ما انتخب ما ننتخب. إحنا لا نريد، هو ماكو شيء يعني، هو الفاسد مثله. هم جماعة الكحكة لهم مطالبنا ما نريدهم كلهم. انتخبتوا اليوم لا؟ لا والله ما انتخب. ماكو ما اشوف شيء تغيير، ماكو شيء يعني. هذا الرصيف والمبلط هاي من 2003 لليوم ماكو اي شيء، لا مستشفى لا مدرسه لا هاي. ما ننتخب والله، مقاطعين احنا. انتخبت لو ما انتخبت؟ لا ما انتخبت. السبب؟ مقاطع. وين السيد مقتدى الصدر؟ مقاطعين. الحكومه كلها حراميه، يجي نفس الشيء نفس الشيء جاي يجددون نفس الشيء. اي لا سبب، احنا عندنا قائد نتبع القائد مالنا السيد مقتدى. مقاطعين. لا والله ما انتخبت بعدني. والله انا صار لي 50 سنه في عجارات، يعني لا بشغله لا في شيء، وهذا عمري كله. الحرب العراقيه الايرانيه هم صوابنا 3 مرات 4 مرات وباقينا، يعني هذا حالنا. ما حد يسال علينا، لا حد يقول انتم شنو، ما حد له شغله بينا. حتى اذا اريد انتخب الشخص يكون اللي اعرفه، مو هم نفسهم اللي يعيدون نفسهم. تمام ولا لا؟ احنا نريد ناس جدد حتى نعرف ننتخبهم. انتخبت لو ما انتخبت؟ لا والله ما انتخب. سبب؟ لا شفنا تغيير لا هاي، حتى مدارسنا مو زينه، رحلاتنا مو زينه، اي شيء ما موفره كله، ماكو شغل ماكو تعيينات ما هاي، ما ننتخب مقاطعون احنا. Thank you.